بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم حول الحديث الخامس من باب حدوث العالم من كتاب التوحيد من الكافي الشريف. في هذا الحديث إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى عن طريق إثبات قدرته عز وجل. وحاصل هذا الحديث أن رجلا من الملاحدة يدعى بالديصاني، هذا الرجل جاء إلى هشام ابن الحكم وطرح عليه شبهة، وهشام ابن الحكم لما لم يجد جوابا لهذه الشبهة استعان بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والإمام بين الجواب، فجاء هشام إلى الديصاني الملحد وبين له الجواب. ثم بعد ذلك جاء الديصاني إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأل عن الدليل على وجود الله، والإمام عليه الصلاة والسلام بين له الدليل. فلما اقتنع بالدليل وقد كانت الشبهة قد انحلت، آمن هذا الرجل الملحد وتاب مما كان فيه من الإلحاد. طبعا كمقدمة لهذا الحديث نذكر أن هشام ابن الحكم كان في البداية من المخالفين، ولم يكن على طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل كان يعتقد بالتجسيم. ثم إن قريبا من أقرباء هشام جاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وجاء بهشام إلى الإمام، وهشام كان قدير في المناقشة والمناظرة، فبدأ بالنقاش، والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بين له الخلل فيما يعتقده بالبراهين والأدلة، وهذا كان سبب إيمان هشام ابن الحكم، فعلمه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام المذهب الحق. وعندما تعلم المذهب الحق وهو رجل كان قدير في المناظرة، بدأ بنصرة الدين. وهكذا كثير من الناس، يعني أنت مثلا تنظر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كانوا مشركين أغلبهم قبل الإسلام، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وآله آمن قسم من المشركين إيمانا حقيقيا، وآمن بعضهم إيمانا صوريا وهم المنافقون، وبقي قسم ثالث على النفاق. فهذا المؤمن الذي قبل الرسول كان مشركا، هذا لا يحاسب على شركه قبل إسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله. الكافر الذي أسلم الإسلام يقطع ما قبله من الكفر، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه من أفاضل الصحابة،
قبل الإسلام كان مشركا، لكن بمجرد أن التقى بالرسول صلى الله عليه وآله في مكة واستمع إلى القرآن الكريم دخل الإيمان قلبه وآمن وأظهر إسلامه وبقي على الطريق المستقيم إلى آخر حياته، حتى أنه دفع حياته ثمنا لعقيدته، فبعد إلى الربذة مكان لا ماء فيه ولا كلأ إلى أن مات جوعا وعطشا. فإذن ليس بمستغرب أن يكون هناك ناس منحرفون سواء على مذهب المخالفين أو كفار أو ملاحدة، لكن بركات الأئمة عليهم الصلاة والسلام تشملهم فيؤمنوا، وبعد إيمانهم قد يبرعون في مجال من المجالات في نصرة الحق. هكذا هشام ابن الحكم رضوان الله تعالى عليه كان مخالفا لا يعتقد بالإمامة، كان مجسما يعتقد بأن الله جسم سبحانه وتعالى عن ذلك، وكان مناظرا قديرا، لكن حينما التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هداه الإمام إلى الحق وعلمه الحق، فصار سيفا للحق. وحتى أن هارون العباسي قال في كلمة معروفة: إن لسان هذا أحد علينا من 100,000 سيف، لأنه يؤثر في الناس ببيان المذهب الحق. على العموم، فهشام ابن الحكم في نفس اليوم الأول الذي آمن وبدأ بالتعلم من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، في نفس اليوم الأول لم يفاض عليه العلم فيضا، وإنما تعلم بالتدريج، لكن هو كان له قابلية يتعلم بسرعة. فلذلك حينما جاءه الديصاني في حال الإلحاد وطرح شبهة لم يجد جوابا لتلك الشبهة، لأنه في بدايات تعلمه كان من الإمام عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى الإمام والإمام علمه الجواب، فجاء بالجواب إلى الديصاني. وحاصل هذه الشبهة هو أنه: أنتم المسلمون تعتقدون بالله؟ نعم. تعتقدون بأنه قادر؟ نعم. زين، إن الله على كل شيء قدير، هل يتمكن الرب جل وعلا أن يدخل هذه الكرة الأرضية على عظمتها في بيضة صغيرة من غير أن يصغر الكرة الأرضية ومن غير أن يكبر هذه البيضة؟ هل هو قادر أو ليس بقادر؟ الأرض لا تصغر والبيضة لا تكبر، ومع ذلك يدخل هذه الأرض الكبيرة في هذه البيضة الصغيرة. إذا تقول لا يتمكن فقد أثبتت له العجز، وإذا تقول بأنه يتمكن فأنت تدعي كلاما باطلا غير مقبول من العقل. هذه شبهة لم يتمكن هشام من جوابها. طبعا هذه الشبهة شبهة قديمة، سئل عنها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والإمام الصادق في حديث آخر أيضا ينقل هذه الشبهة، وأنها شبهة سئل عنها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لأن الإسلام حينما بدأ على يد الرسول صلى الله عليه وآله توسعت رقعة الدولة الإسلامية، وبتوسع رقعة الدولة الإسلامية دخل أقوام مختلفون تحت سيطرة الدولة الإسلامية،
وهذه الفتوحات استمرت إلى أن في فترة قصيرة بلغت هذه الفتوحات إلى الصين شرقا، وإلى إسبانيا الأندلس غربا، وإلى داغستان في روسيا شمالا، وإلى تخوم إفريقيا جنوبا. طبعا أقوام مختلفون، حضارات مختلفة، أديان مختلفة، مذاهب مختلفة، فلسفات مختلفة، فبدأت تنطرح هذه الشبهات. طبعا هذه الشبهات إذا نحن أمعنا النظر في القرآن الكريم وجدنا جذر جواب هذه الشبهات كلها يوجد في القرآن الكريم، لكن القرآن بحاجة إلى تدبر وتفكر لكي الإنسان يغوص في بحار علوم القرآن الكريم، وبمقدار سعته وقابليته يستخرج اللآلي والدرر. على العموم، هذه الشبهة جوابها من ثلاثة أجوبة، وهذه الأجوبة طولية. أما الجواب الأول وهو العمدة في الأجوبة، هو أنه قد يكون الشخص قادرا، لكن الشيء الذي تقع عليه القدرة ذلك الشيء يكون فيه قصور، فليس القصور في القدرة، القصور في ذلك الشيء. مثلا لنفرض أن بطلا من أبطال الرياضة يحمل حجرا أو شيئا ثقيلا ثم يرمي بهذا الشيء. هناك في بعض الألعاب الرياضية، في ألعاب القوى، يوجد رمي بعض الأشياء الثقيلة، ترى بطلا له عضلات مفتولة يتمكن من رمي الأشياء الثقيلة عشرات الأمتار، بل في بعض الأحيان تبلغ 100 متر. زين، أنت تعال وأعطي لهذا البطل القوي ريشة أو ورقة، قل له ارمي هذه الورقة أو ارمي هذه الريشة. زين، يأخذ هذه الريشة ويرميها، إذا بكل قوته رماها قد لا تتعدى 0.5 متر. نسأل، هل هذا البطل خلل في عضلاته؟ هل هناك نقص في قدرته؟ هل هناك خلل في تمريناته الرياضية بحيث أنه هذه الريشة لم تتعدى 0.5 متر؟ الجواب كلا، لا نقص في قدرة هذا البطل، وإنما النقص والخلل في هذه الريشة. ولذلك أنت في نفس هذا الوقت سلم له حجرا أو حديدة يتمكن من رميها 100 متر. لماذا؟ لأن الحديدة لها قابلية أن ترمى هذا المقدار، لكن الريشة ليست لها قابلية. فالقضية ليس عاجز هذا البطل، القضية هي عدم قابلية الريشة لأن ترمى أكثر من 0.5 متر مثلا. هذا مثال عرفي لتقريب المطلب إلى الذهن. نأتي إلى بحث قدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدرته غير محدودة، لا عجز في قدرته، ولكن في بعض الأحيان بعض الأشياء ليست لها قابلية لأن يتعلق أو تتعلق بها القدرة. فالخلل والمشكلة ليست في القدرة، وإنما في ذلك الشيء. مثلا ابن تيمية في كتاب منهاج السنة حسب المنقول عنه يذكر أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يصغر حجم نفسه
إلى أن يكون أصغر من بعوضة والعياذ بالله، ويستقر على جناح بعوضة، فهذه البعوضة تطير، والله حسب كلام ابن تيمية على جناحها يطير معها. زين، هل هذا الكلام كلام صحيح؟ الجواب كلا، هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه أنت تفرض أن الله يكون جسم وأن له القابلية في التقلص وأنه يمكن أن يكون أصغر من بعوضة وأنه يمكن أن يستقر على جناح بعوضة ويمكن أن يتحرك عبر حركة البعوضة. هذه كلها أمور مستحيلة، ليس تحديدا لقدرة الله حينما نقول لا يمكن أن يصغر حجم الله سبحانه وتعالى. طبعا الله ليس له حجم لأن الأحجام ترتبط بالأجسام، لكن لتوضيح هذا الكلام الذي هذا الشخص يذكره، هل هناك قابلية لأن يصغر حجمه، أن تكون بعوضة أكبر منه؟ كلا. لماذا؟ لأن الله ليس بجسم، وأن الله قديم، ويستحيل أن يكون القديم جسما، ويستحيل أن يكون القديم متغيرا، ويستحيل أن يكون هناك شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك ليس هناك نقص في القدرة، وإنما الشيء الذي يراد ليس له قابلية. مثلا البعض يسأل، هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يعدم نفسه؟ زين، هذا السؤال هو من أساسه خاطئ. لماذا؟ لأن عدم وجود الله سبحانه وتعالى مستحيل، فالقدرة لا تتعلق به، لا لعجز ولا لأن القدرة محدودة، ولا لأن القدرة محدودة، بل لأن هذا الشيء الذي يطلب هذا الشيء هو مستحيل ولا يمكن أن تتعلق به القدرة. بعبارة أخرى، هو الشيء ليست له قابلية لتعلق القدرة بها. ولذلك نشوف جواب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا الجواب يشير إلى ما ذكرناه. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يروي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال جاء، يعني قال الإمام الصادق، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضه ولا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال له: ويلك، إن الله لا يوصف بعجز. عندما تسأل أيقدر، معنى ذلك أنه قد يكون الجواب لا يقدر، أصلا هذا السؤال خاطئ. إن الله لا يوصف بعجز، قدرة الله غير محدودة. ثم الإمام يريد أن يبين عدم محدودية قدرة الله سبحانه وتعالى، فيقول: ومن أقدر ممن يلطف الأرض، يعني يصغرها، ويعظم البيضة؟ الإمام يريد أن يقول له: قابلية الأرض والبيضة إذا أردت أن تدخل أحدهما في الأخرى، القابلية في هذا أن إما الأرض تصغر وإما البيضة تكبر، غير هذا الأرض والبيضة ليست لهما القابلية، والله سبحانه وتعالى قدرته غير محدودة، لذا يتمكن من أن يصغر الأرض. هذا الأمر ممكن، حتى علميا ممكن، لأن الفراغات الموجودة في الذرات إذا هذه الفراغات ملئت قد تتحول الأرض إلى أصغر من برتقالة كما يقول بعض علماء الطبيعة، أو أن يكبر الأرض أو أن يكبر البيضة. من أقدر من هذا؟ هل إنسان يتمكن من تصغير الأرض أو تكبير هذه البيضة الصغيرة بمقدار حجم الأرض؟
لا أحد يتمكن من ذلك، أما الله سبحانه وتعالى يتمكن. إذا نريد أن نعبر تعبير آخر، السؤال فيه تناقض. لماذا؟ لأن طلب دخول الدنيا في البيضة يناقض طلب عدم تكبيرها أو عدم تصغير الدنيا والأرض، فالسؤال هو في تناقض، هكذا أمر متناقض. فالحاصل أن هذا هو الجواب الأساسي، أن قدرة الله غير محدودة ولكن قابلية الأشياء مختلفة. هناك شيء له قابلية فالقدرة تتعلق به، وشيء ليس له قابلية القدرة لا تتعلق به، ولكن هذا ليس عجزا، هذا نقص في ذلك الشيء. مثال البطل اللي مثلناه، عدم رمي الريشة لأكثر من نصف متر، هذا ليس عجز من هذا البطل، وإنما عدم قابلية من تلك الريشة. أيضا مرة أخرى نفس الشبهة شخص آخر طرحها على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإمام أيضا أشار إلى هذا الجواب، أيضا رواية يرويها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. قيل لأمير المؤمنين: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر الدنيا ويكبر البيضة؟ فقال: إن الله لا ينسب إلى العجز، والذي سألت لا يكون. لماذا؟ لأنه ليست له قابلية، النقص فيه، لكن النقص ليس في الله سبحانه وتعالى وليس في قدرته. طبعا هذا الجواب قد لا يستوعبه بعض الناس، لذلك هناك جواب آخر في طول هذا الجواب، وهو الجواب الذي استعمله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مع هذا الملحد الديصاني. لماذا؟ لعله ما كان يستوعب هذا الجواب. وفي الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وآله يقول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، نتكلم مع الناس بمقدار ما يعقلون، أما أن نتكلم معهم بمقدار لا يعقلون فهذا أمر خلاف الحكمة. كلموا الناس على قدر عقولهم. لذلك القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى من وجوه الإعجاز فيه أن ألفاظ القرآن، إذا إنسان يعرف اللغة العربية يفهم ألفاظ القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرنا القرآن للذكر، لأن القرآن معانيه جدا سامية، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يسر ألفاظ القرآن. ولذلك عندما شخص عارف باللغة العربية يقرأ القرآن يفهم معنى الظاهر في القرآن. والأعراب والعرب الجاهليون الذين كانوا يعاصرون نزول القرآن كانوا يفهمون معاني هذه الألفاظ وينبهرون بإعجاز القرآن البلاغي، ولكن هذا القرآن يفهمه الجميع لكن فيه عمق، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تفكر. ولذلك في تأويل، والتأويل يحتاج إلى راسخين في العلم، هؤلاء لهم رسوخ في العلم وهم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد الرسول والأئمة العلماء الربانيون الذين ينتهجون نفس المنهج ويسيرون في نفس الطريقة باتباع الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، يستنبطون من القرآن كل أحد بمقدار باعه. فعلى كل حال الإمام الصادق لعله وجد الديصاني لا يستوعب هذا الجواب الدقيق،
فطرح جواب آخر في طول هذه الأجوبة، هذا جواب إقناعي يحل الشبهة، والجواب هو هكذا، أنه انظر ماذا ترى، ترى سماء وأرضا وشمسا أو قمرا وجبال وما إلى ذلك. زين، هذه الأشياء أنت تنظر إليها، بأي شيء تنظر إليها؟ بعينك. العين عضو صغير، فكيف هذه الأشياء رأيتها بعينك الصغيرة؟ هل معقول؟ نعم، وكلنا في كل يوم نرى هذه الحالة، نرى أشياء كبيرة جدا بهذه العين الصغيرة. هذا الجواب هو جواب إقناعي، ولكن يستبطن الجواب الحقيقي، أن الشيء الممكن، الشيء غير المستحيل، المقدار الذي له قابلية، هذا الشيء الذي يقع دون غيره. بالنسبة للعين والشمس والقمر، الذي يمكن أن تنتقل صورة هذه الشمس، وهذا القمر إلى العين، هذا الشيء ممكن. العين لها قابلية لأن تدخل فيها صورة الشمس أو القمر أو أي شيء آخر، هذا لأن للعين قابلية، فلذلك يتحقق إن كان هناك رأي يريد أن يرى. لكن هل للعين قابلية أن تدخل فيها نفس الشمس أو أن يدخل فيها نفس القمر؟ كلا، العين ليست لها قابلية لذلك. ولكن هل نقول إن العين تعجز من أن يدخل فيها القمر أو أن تدخل فيها الشمس؟ لا نعبر هذا التعبير. لماذا؟ لأن هذا الأمر دون القابلية، الشيء الذي له القابلية دخول الصورة. فبالنسبة إلى البيضة والأرض، الشيء الذي لهما القابلية فيه هو أن تكبر البيضة أو تصغر الأرض، هذا الأمر ممكن، ولذا يتعلق به القدرة. وأما ما سوى ذلك، بأن تبقى الأرض على حجمها وتبقى البيضة على حجمها، فليس لهما القابلية، فلذا هذا الأمر لا يتحقق. فلذلك عندما جاء هشام بن الحكم بهذا الجواب إلى الديصاني انحلت شبهته، فاقترب خطوة نحو الهداية، لأنه بعض الأحيان الناس يمنعهم من الإيمان شبهة، فإذا انحلت تلك الشبهة يدخلون في الإيمان، وما أكثر الناس الذين كانوا متوقفين لشبهة وبحل تلك الشبهة دخلوا في دين الله. ولذلك حل الشبهات من المهم، من الأمور المهمة. هذا المقطع الأول من هذا الحديث الشريف، نحن نتبرك بقراءة مقاطع من هذا الحديث. إن عبد الله الديصاني، اسم عبد الله كان، اسمه عبد الله ولقبه الديصاني، والديصانية هم قوم من الملاحدة، وديصان رئيسهم، ويقال إن اسمه مشتق من داسة يديسو، ديصانا بمعنى زاغ ومال، أو بالعكس الفعل مشتق من هذا الاسم. إن عبد الله الديصاني سأل هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلى، نعم. قال: أقادر هو؟ قال: نعم، قادر قاهر. الله سبحانه وتعالى له القدرة وقد أعمل هذه القدرة، قهر هذا الكون بقدرته، فكل هذا الكون يسير ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى الإنسان
مقهور لقدرة الله. وإذا الإنسان إلى اختيار، لأن الله بقدرته وبقهره خلق الإنسان مختارا. نعم قادر قاهر. قال يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. قال هشام النظرة، يعني أمهلني مهلة. فقال له قد أنظرتك حولا سنة كاملة. يبدو أنه كان معتني جدا بشبهته، وكان يتصور أن هذه الشبهة غير قابلة للحل، ولذلك كالواثق بنفسه قال أمهلتك مدة سنة، فكر ايش ما تريد. ثم خرج عنه فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك، إلا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى العلم منه، وعليك باعتبارك حجة الله، أنت حجة الله والله سبحانه وتعالى حباك بالعلوم، فلذلك اعتمادي عليك. زين، فعندما سأل فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام كم حواسك؟ قال 5. قال أيها أصغر؟ قال الناظر، لأن اللسان أكبر من العين، الأنف أكبر من العين، القوة اللامسة أكبر من العين، لأن جلد الإنسان أكبر من العين. أصغر الحواس العضو الذي يكون عبره الإحساس هي العين، بل بياض العين ليس منها النظر، النظر إنما هو من سواد العين. قال وكم قدر الناظر؟ قال مثل العدسة، لأن سواد العين مقدار عدسة أو أقل منها. فقال له يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وبراريا وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر البيضة ولا تكبر، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. قلنا هذا الجواب جواب طولي يستبطن الجواب الأصلي، ولكن بمقدار عقل الديصاني. زين، يوم الثاني الديصاني اجي زيارة هشام، لكن لأنه كان واثق من نفسه قال جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا للجواب، لعله كان يحب أن يرى حرج هشام بن الحكم، لكن بهذه الطريقة اللبقة حاول أن يبقى على كلامه السابق بأني أنظرتك حولا، لعله كان يحب أن يرى الذل والصغار في وجه هشام، لأنه لم يتمكن من إجابة هذه الشبهة. لكن هشام كان معه الجواب، فقال إن كنت جئت متقاضيا فهاك الجواب. طبعا الديصاني علم بأن هذا الجواب من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الشبهة انحلت. هذا الطريق الأول أو الخطوة الأولى للهداية. زين، بقى خطوة ثانية، أنه ما هو الدليل على وجود الله؟ فجاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأله الجواب عن هذا السؤال، ما هو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ لعل الديصاني وجد أنه لا حاجة في أن يسأل هشام مرة أخرى ما دام يتمكن من الوصول إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، وما دام الإمام هو أعلم من هشام، لأن هشام لم يتمكن من الجواب عن الشبهة إلا بعد أن راجع الإمام عليه الصلاة والسلام. زين، هنا الإمام عليه الصلاة والسلام استعمل معه أسلوب نفسي، وقد مر سابقا في بعض الأبحاث السابقة. أولا سأل عن اسمه، هو اسمه عبد الله،
زين، إذا أنت ما تعتقد بالله فكيف اسمك عبد الله؟ طبعا قلنا هناك بأنه كان يمكن أن يجيب بأن أبوي هما اللذان سمياني بهذا الاسم ولم يكن لي اختيار، لكن هذا الأسلوب النفسي لا يخرج من الحرج بهذا الجواب، بل هناك قضية نفسية أن الإنسان يحب نفسه ويحب ما يتعلق بنفسه. هو إذا اسمه عبد الله يحب هذا الاسم لأن اسمه، هذا الأمر يتعلق بذاته، هذا الاسم يحب هذا الاسم، فلذلك قد يكون في قرارة نفسه يحب أن يكون هذا الاسم صادقا، لأن الإنسان يحب اسم نفسه. زين، إذا يحب اسم نفسه يكون هذا الاسم كاذبا، هذا نوع صغار للنفس أن يكون ما يتعلق بها كاذبا. انتصار النفس لنفسها تعني أنها تحاول أن يكون أو ترغب في أن يكون هذا الاسم صادقا. لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام بسؤاله عن اسمه وأن اسم عبد الله راح يخليه في حالة نفسية مهيئ لقبول الإسلام، لأن بعض الأحيان المنطق وحده ما يكفي. أبو لهب رأى المعجزات من الرسول صلى الله عليه وآله، وكثير من المشركين والكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. آل فرعون كانوا يرون معاجز موسى عليه الصلاة والسلام لكن ينكرونها، أما نفوسهم متيقنة. لماذا ينكرونها؟ لأجل حالات نفسية. أبو لهب لعله كان في حالة نفسية سيئة، ففي البداية أنكر، ثم أنه رأى من العار أن يتنازل عن إنكاره، فبقي على هذا الإنكار إلى أن أدخله في نار جهنم. وهكذا في بعض الأحيان الحالات النفسية تقرب الإنسان إلى الهداية أو تقربه إلى الضلال. فإذا أنت تريد تهدي واحد لا تكتفي بذكر الدليل المنطقي، لأنه قد يكابر ويعاند، يحتاج أن يهيئ نفسيا حتى إذا جاء الدليل المنطقي هذه النفس لا تكابر ولا تعاند. زين، عندما الإمام سأل ما اسمك ما جاوب، خرج، لكن هذا الكلام أثر أثره. ذهب اليوم الثاني عندما رجع في خلال هذه 24 ساعة مثلا، النفس تنتصر لنفسها. ولذلك اليوم الآخر عندما جاء للإمام عليه الصلاة والسلام جاء مهيئا. الإمام عندما ذكر له الدليل المنطقي قبل هذا الدليل المنطقي. طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام استعمل أسلوب آخر. هو شبهته في شنو كانت؟ في بيضة وأرض. جعل الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى من منطلق نفس البيضة، يعني نفس المنطلق اللي انطلق منه في شبهته نفس المنطلق انطلق منه الإمام عليه الصلاة والسلام في استدلاله. لأنه في بعض الأحيان الإنسان قد ينطلق من منطلق ألف هذا المنطلق، لكن هذا المنطلق كان منطلقه إلى الباطل. إذا نحن تمكننا نفس المنطلق نحوله إلى منطلقه إلى الحق، يكون أقرب لقبوله. ليش؟ لأن نفسه ألفت هذا المنطلق. فلذلك عندما كانت شبهته في البيضة أنه هل يمكن إدخال هذه الأرض الكبيرة في بيضة صغيرة، الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى كان من منطلق بيضة أيضا، بيضة صغيرة في يد طفل يلعب بها. الإمام عليه الصلاة والسلام استدل، قال إن هذه بيضة فيها بياض كالفضة وصفار كالذهب، وهناك حرز يحفظ هذا البياض وهذا الصفار. زين، هذه بيضة
أنت لا تعلم هل هذه البيضة فاسدة أو غير فاسدة، لم يدخل فيها مفسد فيخبر عما فيها، لم يخرج منها مصلح يخبر ما فيها. هذه البيضة تنفلق عن ألوان مثل الطواويس، طاووس وفي الأساس كان بيضة، لأن الطاووس من الحيوانات التي تبيض. هذه بيضة صغيرة تحولت إلى هذه الألوان الزاهية الجميلة، أيعقل ألا يكون لها خالق؟ هذا استدلال بقدرة الله سبحانه وتعالى على تحويل هذه البيضة إلى هذا الطاووس، وأيضا الاستدلال بآثار الله سبحانه وتعالى لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. يعقل بهذه الدقة وهذه الألوان الزاهية الجميلة أن تكون وليدة الصدفة أو وليدة حركة المادة مثلا؟ يعقل هذا الأمر؟ أنت لا تقبل أن ترى لوحة فيها خطين أعوجين تقول إن هذه اللوحة صدفة صارت، فكيف تقبل في هذا الطاووس بهذه الألوان أن تقول إنه وليد الصدفة؟ فالإمام نفس منطلق الشبهة أخذه منطلقا للاستدلال، شبهته كانت في القدرة، الجواب والاستدلال كان عن طريق القدرة، شبهته في بيضة الجواب منطلقه كان من البيضة، شبهته كان في العجز والجواب كان منطلقه من القوة. يقول فالديصاني عندما جاء للإمام قال له: يا جعفر بن محمد، دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. هذا اليوم الثاني، لأن اليوم الأول الإمام سأل عن اسمه فلم يجب وخرج، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اجلس، وإذا غلام له صغير، يعني أحد أبناء الإمام عليه الصلاة والسلام، في كفه بيضة يلعب بها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها. الإمام أراه البيضة، ليش؟ لأن الاستدلال أراد أن يكون من جهتين، سمعه يستمع إلى الاستدلال وعينه ترى الشيء الذي يستدل به. هذا تأثيره يكون أكثر، لأن كلما كانت الطرق إلى الشيء أكثر عن طريق الحواس، اقتناع الإنسان وفهم الإنسان للشيء يكون أكثر. الإنسان إذا استمع شيئا قد يتأثر، إذا استمع ورأى التأثير يكون أكثر، إذا استمع ورأى ولمس التأثير يكون مضاعف. فقال له أبو عبد الله: يا ديصاني، هذا حصن مكنون، لأن قشر البيضة يحفظ ما بداخلها، له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة، يعني صفار البيض، وفضة ذائبة، يعني بياض البيضة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها هكذا، لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها أنها ستنتج طيرا، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. طبعا كلام الإمام كل كلمة فيها دقة وفيها حكمة، لكن نحن اختصارا فقط نتلو كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى. زين، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرا؟ يعني عقلك يقول أنه هذا لها مدبر أو لا، فأطرق مليا لحظات أو مدة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه. لأنه عرف مقدار علم الإمام عليه الصلاة والسلام،
ومن طرق معرفة حجج الله سبحانه وتعالى هو علمهم، وأنا تائب مما كنت فيه، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من إلحاده ودخل إلى الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان به وبرسوله وبالأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.